تحية طيبة وأهلا بكم في المشهد. وافق الكنيسة على تمرير قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهما الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس في قطاع غزة. بموجب ذلك وفي غضون 3 أشهر سيصبح التواصل محظورا بين موظفي الأنروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحد بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إذ يعتبر التعاون مع الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على كل المعابر المؤدية إلى غزة أمرا ضروريا للأنروا لكي تنقل المساعدات إلى القطاع المنكوب. تعد الأنروا الوكالة الأممية الرئيسية التي تعمل على الأرض في غزة، وأعربت دول عديدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الخطوة الإسرائيلية التي تشكل سابقة تاريخية، كما أن هذه الخطوة حسب العفو الدولية فإنها ترقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية، ويشكل ذلك اعتداء صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نبيل عبداللاوي وقراءة الزميل سمير خالدي. Dear SG, dear colleagues, excellency. أعلن الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مع التزامها بإدخال المساعدات إلى غزة عبر منظمات أخرى، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية. وتعتبر إسرائيل الوكالة الأممية مخترقة من الفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس، لكن يبدو أن لمجلس الأمن وبعض المنظمات الأممية مواقف أخرى بشأن عمل الأونروا. القرار يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة، إذ نزح أغلب سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 2,200,000 مدني جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام، ويواجهون أزمة إنسانية متفاقمة. مراقبون يؤكدون أن مشروع القرار الإسرائيلي سيخلق تحديات دبلوماسية للاحتلال أمام حملة الإدانات الأوروبية والدولية لإقرار القانون، والتي جاءت من الولايات المتحدة كذلك الحليف الأبرز لإسرائيل. وتعرضت الأونروا لعقود من الزمن لهجمات من السياسيين الإسرائيليين الذين يزعمون أن عملها نيابة عن الفلسطينيين يزيد من إدامة الصراع الإقليمي. وتفاقمت هذه الاتهامات في جانفي الماضي عندما اتهمت حكومة بنيامين نتنياهو مجموعة من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 230 من العاملين في الأونروا قتلوا في غزة خلال الحرب. من جانبها قالت الأونروا إن التشريع ليس له أي أثر على المستوى الفوري، في إشارة إلى فترة 90 يوما قبل دخول معظم البنود حيز التنفيذ، مؤكدة أنها ستواصل عملها رغم الصعوبات. انضم إلينا من إسطنبول رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ ماجد الزير، أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة. وأيضا من ميلتون كينز في بريطانيا المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة غصون رحال، أهلا بك. وكذلك من غزة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأستاذ عدنان أبو حسنة، ننتظره سينضم إلينا بعد قليل. ومن بيروت مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد الدكتور محمود حنفي، أهلا بجميع ضيوفنا. أبدأ معك أستاذة غصون رحال، يعني بداية نرحب بك. الكنيسة الإسرائيلية يحظر على الأنروا مزاولة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي تداعيات لهذا القرار؟ أهلا بك وبضيوفك الكرام عزيزتي، وتحية للمشاهدين. طبعا تأثير هذا القرار خطير، وهو خطير على بعدين، البعد الأول فلسطيني والبعد الثاني هو دولي.
من المنظور الفلسطيني، فكما نعلم أن منظمة إغاثة وتشغيل لاجئين فلسطين الأونروا تأسست من قبل الأمم المتحدة في العام 49 من أجل تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بعد الإعلان أو الاعتراف بدولة إسرائيل، يعني هو متزامن مع الاعتراف مع دولة فلسطين. وأدت هذه الوكالة عملها منذ العام 49، ولديها العديد من المراكز والمدارس والمستشفيات، وتقدم الخدمات لأكثر من 4 ملايين فلسطيني في 4 دول: فلسطين، الضفة الغربية، غزة، وفي الأردن، وفي لبنان، وفي سوريا. مثل هذا القرار ينزع، يراد منه نزع صفة اللاجئ عن اللاجئ الفلسطيني، لأنه مرتبط بالقرار 194 الذي ينص ويعترف بحق العودة للاجئ الفلسطيني. هذا من الناحية الفلسطينية. أما من الناحية الدولية فهذا القرار هو تحدي أو حرب على المنظومة الأممية وعلى قراراتها وعلى أجهزتها ووكالاتها وعلى محاكمها. يعني هذا القرار يتحدى المنظومة الدولية بأسره. فالآن من المتوقع من هذه المنظومة أن تجد الرد المناسب وطريقة التعامل المناسبة لمثل هذا التحدي، وإلا فإن المنظومة الدولية قانونيا وإنسانيا ستنهار بالمجمل، ولن يصدق أحد بعد اليوم ما تقوله هذه الأمم من قرارات وما تصدره من توصيات وما تقوم به من معاهدات دولية وقانون دولي إنساني وغيره. فكل هذه المنظومة بصدد الانهيار إذا لم تقم المنظومة الدولية والمؤسسة الدولية بالتصدي لمثل هذا القرار وإبطاله. نعم، اسمحي لي سيدتي، ننتقل نذهب إلى غزة الآن، ومعي من هناك الأستاذ عدنان أبو حسن. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. أهلا بك. يعني أريد أن أسمع رأيك بما يعني صدر عن إسرائيل، بأنه إسرائيل ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وبضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من خلال منظمات دولية غير إرهابية مثل الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة الطفولة يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي. لماذا تتهمكم إسرائيل بالتواطؤ مع حماس والفصائل الفلسطينية في غزة؟ على موضوع هذه الاتهامات، يعني لم يعد موضوعا بصراحة. الآن القضية أصبحت واضحة تماما، إسرائيل تريد تصفية الأونروا تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. المطلوب رأس الأونروا، المطلوب هو تعريف اللاجئ. لا يريدون أن تكون هناك منظمة تعتني بشؤون 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين. وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل يومين، قال يجب أن تنتهي الأونروا لأنها تخلد قضية اللاجئين، لا تحدث عن اتهامات ولا عن إرهاب ولا عن كل هذا الموضوع. حتى في القرارات التي أقروها، يعني القرارين، يعني كانت هي 3 قرارات، كان أحدهما يسم الأونروا بأنها منظمة إرهابية، ثم ألغوا يعني هذا البند ووضعوا قرارين: منع الأونروا من العمل في القدس الشرقية في مناطق ذات السيادة الإسرائيلية، ثم قرار قطع العلاقات وعدم إعطاء تسهيلات والبنوك والإعفاءات الضريبية والتي من شأنها أن تعقد العمليات لدرجة أنها تجعلها مستحيلة في الضفة وغزة. يعني موضوع الإرهاب حتى هم أسقطوه، يعني لكن الاتهامات ستظل، يعني أنه في 5 هنا و3 أنه ادعاءات شاركوا ولم يعطونا دلائل حتى اللحظة، يعني كلها أسماء، رغم أننا اتخذنا إجراءات وقلنا لهم إذا كان لديكم دلائل قدموا لنا هذه الدلائل. نحن كنا نقدم لمدة 15 عاما أسماء موظفين كل عام، يعني نقدمها للأردن، لبنان، سوريا، السلطة الفلسطينية،
أيضا إسرائيل لم يعودوا لنا خلال 15 عام بأي ملاحظة عن أن هناك شخص له علاقة بأعمال عنف أو ينتمي لتنظيم مسلح. الواضح الآن أن القضية أصبحت مكشوفة أكثر، وهذا الذي دفع بالمناسبة الدول المانحة 16 التي أوقفت تمويلها عن الأونروا مؤخرا، هذا الذي دفعها إلى إعادة التمويل عندما اكتشفوا أن القضية لا تتعلق بموضوع اتهامات، القضية تتعلق برأس الأونروا كمنظمة أممية، وهذه سابقة تاريخية يعني لم تحدث قبل ذلك، أنه دولة أنشئت بقرار من الأمم المتحدة في عام 1948 دولة إسرائيل تقرر تصفية أو منع المنظمة الأكبر في منظومة الأمم المتحدة، والتي أنشئت تقريبا بنفس عمر دولة إسرائيل، يعني دولة إسرائيل 48 الأونروا في 49. الأونروا كما دولة إسرائيل أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا أرادت إسرائيل أن تغير في تفويض الأونروا وتنهي خدماتها، الطريق مفتوحة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإمكانها هناك تصويت كل 3 سنوات أن تقوم بالتصويت بالأغلبية وتحصل على الأغلبية وتغير في التفويض أو تضعيف في اللجنة. ولكن نحن أخذنا التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة. نحن لسنا منظمة NGOs أو منظمة غير حكومية إسرائيلية حتى تقرر إسرائيل مثلا حظر هذه المنظمة أو حلها وما إلى ذلك. نحن منظمة هي الأكبر أمميا، تعمل منذ 75 عام، لديها تفويض. بالنسبة للمنظمات البديلة، بصراحة إسرائيل حاولت خلال الفترة الماضية خلال عام أيضا أن تستبدل الأونروا في قطاع غزة، لكن يستبدلون يعني المنظمات، مع احترام أنها منظمات شقيقة، نتحدث عن منظمات عدد أفرادها 40 30 موظف، 10 4 موظفين، كيف يمكن أن تستبدل الأونروا التي لديها 13 ألف موظف ثابت في غزة، 10 آلاف من أصحاب العقود، مئات المؤسسات والعربات، وتشكل الذاكرة الجمعية للفلسطينيين. حتى في شمال قطاع غزة عندما منعونا، في النهاية لم يجدوا ولم تجد كل المنظمات إلا الأونروا للقيام بهذه المهمات، العيادات الضخمة، 100 نقطة طبية في مدارسنا حتى الآن، مئات الآلاف، وخارج المدارس مئات الآلاف من النازحين. نحن لدرجة أننا أيضا نقوم أو نقدم المساعدات للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، مثل المشافي مثلا، البلديات، محطات الصرف الصحي، تحلية المياه، نحن من نزودها بالوقود، ولدينا هذه الشبكة اللوجستية الضخمة نتيجة أيضا الخبرات. يعني على الرغم أستاذ عدنان أبو حسنة من تدمير واستهداف يعني الكثير من مكاتبكم، سوف أعود لهذه النقطة، لكن اسمح لي سيد الكريم أذهب للحديث مع الأستاذ ماجد الزير. أهلا وسهلا بك سيد الكريم، شكرا لقبولك الدعوة. على ما يبدو هناك إجماع دولي في إدانة ورفض قرار الكنيسة بشأن حظر عمل الأونروا، يعني كما ذكر ضيفنا، يعني نحن نتحدث عن خدمات منذ نشأة الاحتلال، منذ أكثر من 25 عام إلى يومنا هذا. يعني هذه الإدانات الدولية والأممية كيف من الممكن أن تخدم يعني الأونروا كونها الشريان الوحيد الآن لمساعدة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين؟ أهلاً، تحية سادة وجدان وللضيوف الكرام. قضية الأنور ووجودها واستمرار وجودها قضية حيوية للشعب الفلسطيني. المشروع الصهيوني على أرض فلسطين هو مشروع إحلالي قام في 48 ويريد لنفسه أن يستمر. لم يكتمل المشروع بوجود الفلسطينيين على أرضهم وثباتهم، فكل نقاط القوة التي ثبتت الفلسطينيين طوال 76 سنة من عمر النكبة هي هدف استراتيجي لدولة الاحتلال موجود على الطاولة كلما سنحت الفرصة لتنفيذه وبشكل مستمر. وهذا الموضوع ليس جديد، هذا موجود في بأشكال عدة، سواء بالناحية الميدانية
أو بالأوقع الإقليمية أو الدولية. الآن فيما يحدث في غزة من جرائم يندى لها جبين البشرية، بتتكلم حضرتك عن ما يقرب من 4000 مجزرة ارتكبت بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. مشروع الأونروا الآن في يعني يهدف إلى تحقيق هدفين مهمين: الأونروا ببعدها الاستراتيجي التي هي يعني خزان استراتيجي للاجئين الفلسطينيين بوجودهم، بمداد الحياة بالنسبة لهم، الإغاثة الصحية والإغاثة التعليمية والإغاثة الطارئة، بالبعد الدولي لها لأنه جزء من قوة القضية الفلسطينية الامتداد الدولي، فيراد أن يقطع الحياة. ثم الهدف غزة وما يحدث فيها، وما صدر اليوم في جريدة لوتان السويسرية عن طبيعة الشيء البديل للأونروا الذي هو مجهز بشركات مافيا يعني وخصخصت ما يمكن أن يكون الإغاثة والتحويل أبناء شعبنا في غزة إلى ما يمكن أن يسمى في العرف هذا الفقاعات الآمنة وعزلهم هنا وهناك. هذا هو الهدف، الهدف إعلان إبادة حقيقية، شهادة موت وفاة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة. إذا علمنا أن المساعدة الإنسانية الشرعية شريان الحياة بالنسبة لأهلنا في غزة هي الأونروا بما تحمل من مهنية واحترافية وامتداد دولي وشرعية دولية في هذا الجانب، ولذلك نحن أمام شيء من الهستيريا العالمية في رد الفعل على قرار كالكنيسة، لأنهم في حالة دهشة، لأنه تخطي لكل الأعراف من أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما تفعله دولة الاحتلال. ويحتاج هذا القرار، وهو أهم اختبار حقيقي للمنظومة العالمية، لأنه هو ضرب لهذه المنظومة في قلبها. حضرتك، هذه الدولة قامت بشرعية على هذه المنظومة، ثم تأتي في الميدان لترفض وتطرد وتخرج عن القانون يعني أحد الأذرع الرئيسية لهذه المنظومة العالمية. هذا التناقض، ولذلك أنا مع من ينادي بأن العقاب بضده يعني في هذا الشكل، فبالتالي طرد إسرائيل والتلويح بهذه النقطة ووضعها فلسطينيا على الطاولة ولكل من ينصر الشعب الفلسطيني، حتى تشعر دولة الاحتلال وصانعي القرار في دولة الاحتلال بأنهم غير مطلوقي اليد بأن يعبثوا بقدر الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة اللا قانونية اللا إنسانية اللا أخلاقية التي لا ليس لها في منظوم الحضارة الإنسانية أي بعد في هذا الجانب. الأونروا بالنسبة للشعب الفلسطيني أثبتت بعدها المهم في أصل الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني المشرد. وبالمناسبة لا يؤثر هذا فقط على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بل يؤثر على المنظومة، لأنها تفقد الأونروا حالة الوزن والتماسك كمؤسسة لها كيان، خاصة أنه مكاتبها في القدس مكاتب رئيسية وتدير العمليات كلها، وخاصة مع بعد ضرب غزة وانهيار المنظومة الحياتية والبنية التحتية. فنحن أمام حدث جلل يحتاج إلى شيء من الوقوف الحقيقي والصلب والثابت، وأول هذا الوقوف هم أبناء الشعب الفلسطيني بالبعد الشعبي والبعد السياسي، حتى يتماسكوا بموقف موحد. وبصراحة لا أرى ما يمكن أن يكون رد فعل فلسطيني بالبعد الرسمي والشعبي يوازي هذه الخطوة. عندما يشعر العالم بأنه أي خطوة سياسية من أي طرف ما، خاصة بالنسبة لدولة الاحتلال، وجد رد فعل يعني متماسك من طرف الذي يقع عليه الأذى، بتفرق المعادلة في البعد الدولي. وإحنا عايشين في أوروبا ونشعر كيف يمكن أن يكون الأثر، وخاصة بالنسبة للمانحين، وخاصة بالنسبة للدول المانحة، ليس فقط لنوروا، حتى المانحة للسلطة، لأنه من سيكون البديل لأعمال نوروا في الضفة؟ قد ستكون السلطة في الواجهة، السلطة اللي أصلا يعني في حال إفلاس، يبه إفلاس في هذا الجانب. أيضا الدول العربية اللي في عندها والمضيفة، فكل من لديه مصلحة إن شئتي، والعالم مصالح، حتى إذا تجاوزنا البعد العروبي والبعد الوطني والبعد الأخلاقي، مصالح
لا يعني عليه أن يقف وقفة مهمة جدا، وأن يكون هناك حملة منسقة ما بين الشعبي والرسمي في وتتحرك بكل اتجاه، ويكون هناك نوع من التنادي لهذه النقطة. هذه لحظة مهمة ليس فقط لإنقاذ الأنوروا، وإنما لإنقاذ أهلنا وشعبنا في قطاع غزة الذين نرى المجازر ترتكب بحقهم، ونحن يعني نفعل ولكن ليس بمستوى ما يحدث من جرائم. وهذه النقطة تزيد تصب الزيت على النار فيما يتعلق بالأنوروا واستهدافها. وإحنا أستاذ احتراما لدينا لحظة تاريخية نادرة بهذا الإجماع العالمي على معارضة الخطوة، وخاصة إحنا في الغرب الأوروبي. الغرب الأوروبي أعطى غطاء سياسي لدولة الاحتلال فيما يتعلق في ضرب غزة، ولكنه الآن يجمع على أن الأنوروا يجب أن تستمر، خاصة بعد محاولة دولة الاحتلال منذ أشهر في حشر الأنوروا في الزاوية، ولجنة التحقيق الدولية التي أعطت براءة للدولة وأرجعوا كل المنح الدورية التي، ولم تبقى أي دولة إلا وتعاني. ثم نقطة سياسية مهمة أيضا نادرة، إذا فقد العالم الغربي الذي يريد للسلام في الشرق الأوسط كل ممر يمكن أن يكون في امتداده فيما يتعلق بالإغاثة وفيما يتعلق بالوجود والسلم والأمن في المنطقة، ما هي بدائله كموضوع حل الدولتين وما إلى ذلك؟ فبالتالي على الشعب الفلسطيني منظمة سلطة فصائل ومؤسسات مجتمع مدني أن يقف وقفة واحدة وبسرعة، الوقت ليس لصالحنا، وخاصة أن هناك التفاتة عالمية وما إلى ذلك. عندما تفوت الفرص يأتوا في مشروع آخر. ما يحدث الآن عملية منهجية بشكل فعلي، مراحل التهجير الآن بمراحل متقدمة، وهذا مشروع احتلال جديد، نكبة جديدة، وليس مجرد إغلاق حسابات أو إغلاق مكاتب لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. وعلى كل من لديه ما يعني ما يمكن أن يكون شعور وعلاقة بالشعب الفلسطيني أن يقف إلى جانبه بشكل أساسي، والمسؤولية تقع على أبناء الشعب الفلسطيني أولا، وقبل كل ما حق جلدك مثل ظفرك، حتى نذهب إلى حملة عالمية ممنهجة مستمرة لصالح. ولذلك من هنا أدعو من خلال شركتكم الغراء إلى ما يمكن أن يكون حملة عالمية شعبية في كل قطاعات العالم عنوانها الحفاظ على الأنوروا وحمايتها من أن تزول، حتى يشعر العدو ودولة الاحتلال أنهم ليسوا مطلوقي اليد في قدر الشعب الفلسطيني، والسياسة إرادات متقابلة، ولنا إرادة في هذا المجال. هذه الحملة هي عنوان هذه المرحلة للتحرك بالمستوى الرسمي والمستوى الدبلوماسي والمنظومة الدولية، خاصة أن الجميع في حالة تنبه لهذا الموضوع وهذا الشكل. نعم. اسمح لي أرجو أن تبقى معي سيدي الكريم، أعود للأستاذة غصون رحال. سيدتي الكريمة، لهذا الأمر أو لهذا القرار تداعيات قانونية أيضا، يعني خاصة بعد أنه يعني تحدثت الكثير من المنظمات الدولية والأممية بهذا الخصوص ونددت به. نتحدثون عن العفو الدولية، قالت أنه قانون حظر الأنوروا يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية، وكذلك طبعا يسبب اعتداء صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلا. بالطبع له تداعيات قانونية. يعني اسمحي لي أن أوضح نقطة في البداية. فضلي. من ناحية التشريعية القانونية، يعني هذا القانون هو قانون محلي، يسمى قانون وطني محلي أصدرته دولة إسرائيل. القوانين أصلاً يجب أن تكون متوافقة مع الدساتير، يجب أن تتوافق مع معايير القانون الدولي، يجب أن تتوافق مع المعايير الإنسانية، ولا يجوز لأي قانون محلي أن يتخطى قرارات أممية، قرارات دولية. فهذا القانون أصلاً معدوم، يعني من ناحية التشريعية هو في الخارج معدوم، هو أيضاً له أثر داخل إسرائيل. فأي دولة بإمكانها لا تعترف بهذا القانون إطلاقاً، لأنه أصلاً معدوم.
لا يجوز له أن يتجاوز أي تشريع دولي القانون المحلي، يجب أن يكون متناسب مع المواثيق الدولية. وإسرائيل لم تعترض على إنشاء الأونروا بداية، إسرائيل وافقت وتعاملت مع الأونروا لمدة 75 عاما، فلذلك ليس بإمكانها الآن أن تقول لا أريد أن أتعامل مع هذه المؤسسة بعد اليوم، لأن لا يجوز لها ذلك. فهذا القانون أصلا معدوم، وعلى الدول جميعها التي تدعم الأونروا وتمول الأونروا أو لا تمول الأونروا ألا تعترف به وأن تواصل تقديم عملها. الآن ستواجه بمشكلة داخلية داخل فلسطين بأن إسرائيل لن تسمح لهذه المساعدات بالدخول، وهنا يأتي دور هذا المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته بالدفاع عن قراراته وفرض عقوبات على ولكن إسرائيل. عذرا أقطعك، يعني إسرائيل عندما تتجه بهذا الاتجاه ويعني بإقرار هذا القانون، هي تدعي أنه هذه الوكالة الأممية مخترقة من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة. القانون لا يسير بهذه الطريقة، القانون يعتمد على الأدلة والبينات، وقد كما قال الأخ من أستاذ عدنان المتحدث باسم الأونروا، هم يقدمون كشوفات بأسماء الموظفين دورية، وإسرائيل لم تعترض ولم تستطع إثبات أن هناك من يمارس عملا إرهابيا في الأونروا. فالقانون لا يقوم على مجرد ادعاءات، على إسرائيل أن تثبت. وفي القانون الدولي بغض النظر عن الأونروا عزيزتي، إسرائيل بحكم أنها دولة محتلة دولة احتلال، عليها هي أن تقدم المساعدات الإنسانية للشعب تحت الاحتلال. فيعني الأونروا أصلا رفعت هذه المسؤولية عن عاتق إسرائيل، فإسرائيل هي ملزمة سواء بوجود الأونروا أو بعدم وجودها أن تقدم مساعدات الإنسانية لهذا الشعب الراسخ تحت احتلالها. لذلك يعني لا أدري، هذه ادعاءات باطلة، هذه ادعاءات العالم كله يعرف أنها باطلة من الناحية القانونية، لا قيمة لها. إسرائيل توظفها سياسيا لأن هناك من يدعمها ويقف إلى جانبها ويبطل أي قرار يعارض رغبتها. يعني هذه هي القصة، هناك العديد من الأطر القانونية التي ممكن استخدامها. ممكن أن نطلب أيضا كما ذكر الأخ من إسطنبول أن نطلب طرد إسرائيل من المنظمة الدولية بما أنها ترفض قرارا رديفا لقرار إنشائها. إذا نحن سنراجع هذا القرار ونطرد إسرائيل من الأمم المتحدة. ما أكثر هذه القرارات، لحد الآن لم تلتزم إسرائيل بقرارات سابقة. سيدتي أرجو أن تبقي معي، أعود للأستاذ عدنان أبو حسن. أستاذ عدنان، يعني وأنت موجود على الأرض، أنتم تعرضتم لاستهداف مباشر خلال عمليات توزيع الأدوية والمواد الغذائية إلى المحتاجين وإلى النازحين، وبالتالي عملكم تضرر أصلا حتى قبل اتخاذ هذا القرار من الكنيسة الإسرائيلية. نعم، هذا صحيح. يعني القضية ليست، من الواضح الآن أن الموضوع يتجاوز يعني قضية حتى الهجمات. بالنسبة لما تعرضنا له، نحن قتل لنا حتى الآن 237 موظف من موظفي الأونروا، لم يقتل من موظفي الأمم المتحدة منذ إنشائها في أي نزاع هذا العدد على الإطلاق، بالإضافة إلى تدمير 200 من المؤسسات التابعة لنا. اليوم في طول كرم في مخيم نور الشمس دمروا يعني احد المؤسسات التابعه للأونروا، بالاضافه الى مقتل 570 من النازحين في داخل مراكز الايواء التابعه للأونروا. ولكن انا اود ان اضيف شيء لمقالته الاخت والاستاذ ماجد. يعني هناك اتفاقيه وقعت بين الأونروا واسرائيل في عام 1967، يعني هذا يدل كما قالت الأخت أن إسرائيل تعترف بالأونروا ووافقت على عملية. في هذه الاتفاقية تسمح إسرائيل للأونروا بالعمل بحرية في الضفة وغزة والقدس الشرقية المحتلة، وتتمتع مؤسساتها وأفرادها بحرية العمل والحصانة والتسهيلات
على الأرض والتسهيلات المالية. هذا هو الاتفاق اليوم، يعني يضربون بهذا الاتفاق عرض الحائط. بالمناسبة الآن في هذه اللحظات أصدرت اليونيسف، سيتحدث عن اليونيسف ومنظمات أخرى، وقالت في بيان لها أن لا أحد لا منظمة تستطيع أن تستبدل الأونروا، وأن الأونروا غير قابلة للاستبدال. يجب أن يعرف الجميع ذلك. يعني هم يعني وضعوا عقبات كثيرة في وجهنا حتى قبل يعني هذه القرارات. على سبيل المثال يمنع موظفينا في الضفة الغربية من الوصول إلى مقر العمليات الرئيسي في الشيخ جراح بالقدس الشرقية. بالمناسبة هذا المقر هو مقر المفوض العام أيضا، وهناك مكاتب لمنظمات أممية أخرى غير الأونروا يعني تضيفها. أيضا حاولوا منعنا من الدخول لمنطقة شمال قطاع، وتحدثوا عن شركات وتجار ولا أعرف يعني، يعني حاولوا إنشاء أيضا بعض الأشخاص أو بعض الهيئات صرحوا تستبدل الأونروا، ولكن في النهاية الجميع استسلم. حتى إسرائيل قالت لا أحد يستطيع أن يقوم بهذا الدور، واستمرت الأونروا بتوزيع المواد الغذائية والعلاج ومراكزنا وإدارة مراكز الإيواء رغم كل يعني هذه الإجراءات. ولكن اليوم الأمور أخذت أبعاد أكبر من موضوع استهداف محدود هنا وهناك لأنهم يكرهون هذه المنظمة. لا، الموضوع أخذ بعد تشريعي في داخل الكنيست الإسرائيلي، ونحن يعني نعول على الهبة العالمية سيد كيرس أمين عام الأمم المتحدة سيذهب للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعطتنا تقويض والتي أقامت دولة إسرائيل، وسيقول لهم هذا ما يحدث بتفويض الأونروا، ماذا أنتم فاعلون. النرويج أيضا ستذهب للجمعية العامة للأمم المتحدة تأخذ رأيا للذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وهناك شراك. وقالت الأخت يعني العالم مصدوم. لماذا العالم مصدوم؟ لأن هذا النظام المتعدد الأطراف الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية مهدد بالانهيار. يعني عالم مصدوم لكنه عاجز عن فعل أي شيء لإيقاف هذه الإبادة. أنا أعتقد أنه سيكون هناك فعل كبير، يعني لن يكون صمت. لماذا؟ لأنه هذا الفعل الإسرائيلي يعني هو لا يمس الأونروا فقط. بالمناسبة لو كانت القضية تمس تدمير 10 مدارس هنا، قتل مئات هناك، هذا شيء آخر. ولكن عندما تمس منظومة القوانين والقيم الدولية صحيح اللي أنشأتها بعد الانتصار في الحرب العالمية الثانية، هنا أنت تضرب في مقتل. لأنه لماذا؟ لأنه بإمكان أي دولة الآن أن تسن قانونا محليا لو تم التغاضي على هذا الموضوع، وتقول هذا القانون قرار محلي اليونيسف. يعني أنا أعيدك للذاكرة، عندما منع الرئيس ترامب 2018 الدعم عن منظمة الصحة العالمية لو تذكرون 500 مليون دولار، هل قرر ترامب إلغاء منظمة الصحة العالمية رغم أنها تعمل؟ وهل يعني في النهاية هناك شيء مجنون يحدث وغير طبيعي. لذلك هذه الوقفة العالمية التي نأمل أن يتم إيقاف تطبيقات على الأقل يعني هذا القانون. نعم أستاذ عدنان أبو حسن، سؤال لك بخصوص تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. كان تصريح مهم حقيقة، وصف هذا التطور بأنه لا يطاق، وأيضا ذكر بأنه لدى الأونروا نحو 3000 من العاملين الصحيين، وهذا أمر لا مثيل له، وأيضا لن تتمكن أي وكالة من العمل كما تعمل الأونروا. وأيضا قال بأنه لا مجال لتعويض الأونروا كذلك، خاصة أنه حتى المؤسسات الأممية التي تعمل لصالح الطفولة أو كمنظمة الصحة العالمية بالجانب الصحي أيضا تعمل من خلالكم، هذا حسب التصريحات الأخيرة لليونيسف وغيرها من المؤسسات. نعم
صحيح، يعني هذه المؤسسات الشقيقة، مؤسسات فاعلة اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، لكن نتحدث عن مؤسسات عدد أفرادها 3، 10، نعم، 20، 40، ممكن نحن نتحدث عن أونروا في غزة 23,000 ومئات المؤسسات، ويعني 13,000 مثبتين و10,000 مساعدين وعقود بطالة ومؤقتة وما إلى ذلك. يعني في يعني حملة قطعين ضد شر الأطفال نحن من نفذناها. يعني صحيح الصحة العالمية جاءت باليونيسف بالطعوم، لكن الذي نفذ هو الآلاف. يعني أنتم لديكم تجربة كبيرة وخبرة على الأرض أستاذ عدنان. لخيمة نعم، منذ 75 عام ونحن نقوم بتطعيم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، واليوم أصبحنا ليس فقط للاجئين في غزة، اليوم أصبحت مسؤولياتنا في ظل انهيار النظام، لا توجد سلطة في غزة ولا أي نوع من النظام، اليوم أصبحنا مسؤولين عن كل الناس. يعني نقدم مساعدات، خدمات طبية، عياداتنا تستقبل يوميا عشرات الآلاف من المرضى، لدينا 10 عيادات مركزية و100 نقطة طبية متحركة بها مئات الأطباء. من يستطيع؟ الذي يستطيع، أن أقول لك، الذي إذا أرادت إسرائيل أن تتفضل هي تستلم يعني بدل الأونروا وبدل كل المنظمات، وتقوم هي بالتطعيم وتقوم هي بجمع النفايات وتقوم بالصرف الصحي والكهرباء وكل، لكن هي لا تريد، ولا تريد أيضا أن تدع الآخرين أن يقوموا بهذا العمل الإنساني. هؤلاء الآخرين الذين لهم تفويض من الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل هي القضية بالنسبة للأونروا هي توزيع أكياس من الطحين وعلب من الفول والبازلاء، هي هكذا يعني بكل بساطة مع الأسف. يعني القضية نريد الشركة الفلانية أن تحل، ونريد هذا التاجر أن يعمل، يعني شيء لا يمكن تصديقه بصراحة. جزيل الشكر لك أستاذ الكريم. أكيد للحديث بقية الأستاذ عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. أعود للأستاذ ماجد الزير، عذرا طولنا عليك أستاذ الكريم، لكن كان من أن نسمع من الأستاذ عدنان لأنه موجود في الأرض، وهذه المؤسسة على الرغم الجدل اللي كنا نسمعه بين فينا والأخرى بأنه هناك بعض التقصير من قبل هذه المؤسسة فيما يخص توزيع المساعدات، إلا أنه تبقى المؤسسة الأفضل للعمل على الأرض ولا بديل لها، وهذا كلام مؤسسات أممية كبيرة. أريد أن أسمع منك ما هي الخطوة القادمة. تحدثت قبل قليل عن حملة عالمية من شأنها أن تساند الأنروا اليوم في ظل يعني هذه الحرب الشرسة من أجل إغلاقها. في وجهة نظري أستاذة أننا نحتاج أن نشتغل بالبعد الوطني الفلسطيني والإقليمي العربي والبعد الدولي وعلى الطبقة السياسية والطبقة الشعبية لهذه القضية الإنسانية الاستراتيجية السياسية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وكل بعد له مجاله من الحركة بهذا الموضوع. الدبلوماسية الفلسطينية عليها أن تتحرك وتهب بشكل مكوكي إلى العالم كلياته، لأنها هي ضمن منظومة، وتحركها مع البعد الرسمي العربي والتنسيق يتم بالضغط على مانحي دولة الاحتلال سبل العيش والحياة. هذه الدولة تقوم على مداد مساعدات دولية وخاصة في الغرب الأوروبي، فبالتالي هناك نقاط ضغط عليها حقيقية هنا في أوروبا لكي ترتدع، ولدى الغرب مصالح مع الدول العربية بالشكل الرسمي، فالدول العربية خاصة الغنية منها لو أرادت ستحجم إسرائيل فورا عن طريق ضغطها على الغرب الأوروبي بأن مصالحهم مهددة بالبعد العربي إذا لم يتوقف. ثم بالبعد الشعبي علينا كفلسطينيين بالبعد الوطني أن نقود حملة عالمية معنا المناصرين لتكوين شيء من حزام الأمان للأنروا والحضن السياسي والقانوني والأخلاقي، إنه هذه الأنروا مطلب
فلسطيني حقيقي حيوي استراتيجي أساسي ومهم لاستمرار الشعب الفلسطيني في الحياة وفي وجوده على أرضه. وهذه تنسق وتضغط على الحكومات كل في طريقه، ثم الذهاب بعيدا للضغط على الدول الغربية لهذه الحملة الشعبية العالمية لهذا الموضوع، خاصة أن مفرداته واضحة، بعد القانوني وسند القانوني قوي، خاصة أنه لديه دول تنتصر لهذا الحق كما هو في جنوب أفريقيا وكما هو في النرويج وما وخطوة النرويج. وهذا يجب أن يكون دائم، لأن الأنوروا هي مش هدف مؤقت، هي هدف دائم لصالح أن تلغى عملياتها وتلغى من الوجود في هذا الموضوع. اسمح لي عذرا على المقاطعة أستاذ مجد زير، يعني من الضروري أن نعرف وأيضا المشاهد أنه الأنروا هي ليست فقط مؤسسة لتقديم المساعدات، وإنما ربما ترتبط بشكل رئيسي في حق العودة الفلسطينية، أليس كذلك؟ وأكثر من هذا، الأنروا أصبحت بالجرائم التي تحدث في مدارسها وأبنيتها والمباني التي يلجأ إليها اللاجئون الفلسطينيون، أصبحت شاهد ملك على كل جرائم بالتوثيق لهذه الجرائم. ولذلك هذه تقاريرها تقارير معتمدة وموثقة، عندما يستشهد من أكثر من 200 من موظفيها، وهذا الدليل إثبات مادي حقيقي ضد دولة الاحتلال، يقدم إلى محكمة لاهاي ويلاحق مجرمي الحرب. ثم القضية السياسية بامتياز، لأن الهنور تمثل نقطة قوة، هناك عوامل عديدة غذت وجود أن تبقى القضية الفلسطينية حية إلى هذه اللحظة، ومن ضمنها بقاء الشعب الفلسطيني فيما يمكن في أساسيات الحياة. فبالتالي حق العودة طالما كان هدفا يعني لصالح إلغائه، وكل ما يعين على حق العودة هو هدف لصالح إلغائه. وأعيد إلى نقطة في هذه المرحلة غير الأهمية، لعلها أحد أسباب رئيسية استهداف الأنوروا حاليا، وهو الإجابة على سؤال اليوم التالي لما بعد العدوان على قطاع غزة وسيناريوهات ماذا يمكن أن يرتب في قطاع غزة. فالأنوروا بوجودها تبقي حالة التواجد الدولي الشرعي بكل ما ثبت منه من الأمم المتحدة، من رصيد الأمم المتحدة في ملاحقة دولة الاحتلال خلال السنة الماضية من العدوان على قطاع غزة، رصيد لا بأس به من ناحية الملاحقات، وخاصة التماهي مع محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في حشر دولة الاحتلال في قضايا غير مسبوقة في البعد العدلي والبعد السياسي التي يمكن أن تستثمر. فبقاء المنظومة الدولية في قطاع غزة في بهذا البعد يمكن أن يكون مؤثر على دولة الاحتلال. دولة الاحتلال بوجود اليمين، احنا ما نتكلمش بس على اليمين، اليوم التصويت فوق 90-92، يعني حالة شبه إجماع ما عدا المجموعة العربية في الكنيسة الإسرائيلي، هذا كله يحتاج إلى ما يمكن أن يفسر لنا ويعطي مثال عملي حقيقي عميق على أن هذا المشروع إحلالي بكل مكوناته وأركانه وبكل تفاعيله السياسية، بكل المنظومة والتلاوين السياسية التي تنظم هذا المجتمع المجرم إن شئت، الذي يريد قتل الشعب الفلسطيني. اليمين واليسار أن يجمع على إلغاء الأنوروا، معناه نحن أمام مشروع الدولة تريد إبادة الشعب الفلسطيني، إلغاء الأنوروا جزء، عنوان آخر لإبادة الشعب الفلسطيني، عنوان آخر لتهجير الشعب الفلسطيني، عنوان آخر لإلغاء مطالب الشعب الفلسطيني الحقيقية والسياسية والشرعية القبول ضمن القانون الدولي بالمطالبة بحقه، كل هذا هو هذا العنوان. ولذلك رد فعل الشعب الفلسطيني يجب أن يكون على مستوى الحدث، ويستنهض كل المنظومة العربية التي لا تملك إلا أن يعني تكون في صف واحد مع الشعب الفلسطيني. والنقطة التي ذكرها الأستاذ عدنان من غزة نقطة مهمة في البعد السياسي والمحفل السياسي الدولي، أنه إذا سمح بانتهاك القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية والهيكل الذي قام عليه التنسيق الدولي بهذا الشكل، معناه ستسمح لأي دولة بأن تقوم بنفس الفعل. فلذلك خلق سابقة بهذا الشكل، شكل الكاوبوي إن شئت العنتريات العالمية دون أي حسابات،
يجب أن يكون رد الفعل عليه قوي وعمليا، رد الفعل عالمي. لا شك أنه يعني معقول نسبيا، ولكن يحتاج إلى تفعيله. ذاكرة سياسية العالم للأسف قصيرة، فبالتالي بقائها منعشة وفي حالة انعاش لصالح الحق الفلسطيني مهم جدا. أرجو أن تبقى معي لن نطيل عليك. أعود للأستاذة غصون. سيدتي الكريمة، لازاريني يقول حظر الأنروا يترك فراغا ويسبب مزيدا من المعاناة للفلسطينيين، والرئيس الإيرلندي أيضا ذكر حظر الأنروا استخدام للمجاعة كسلاح حر. وهنا أتساءل، هل برأيك إنشاء تحالف عالمي في ظل كل هذه يعني أو هذا الإجماع الدولي في إدانة ورفض قرار الكنيسة ضد الأنروا، هل ممكن أن يجدي نفعا اليوم؟ وأضيف إلى ما ذكرت عزيزتي وجدان، ما تحدث به المتحدث الرسمي باسم اليونيسف، قال جرى العثور على طريقة جديدة لقتل الأطفال. نعم، يعني هذه جملة قوية جدا. أنا بعتقد أنه بدأ العد العكسي لإسرائيل، يعني هذا القرار سيثير غضب العالم وسخطه على إسرائيل. يعني هي أخطأت خطأ ربما دمرت به نفسها، وعلى نفسها جنت مراقش. لأن العالم أولا، هذا من ناحية المنظومة الدولية، العالم لن يتحمل انهيار منظومة أممية عمل على بنائها وبناء كل مواثيقها وتأسيس وكالاتها عقود من الزمن. العالم لن يتحمل الآن أن يجد أو لن يستطيع أن يجد مخرج لمليونين فلسطيني محصورين بغزة حتى يخلصهم من المجاعة عدا التوطين. وليس هناك أي دولة ترضى بالتوطين، سواء دول الجوار أو دول أوروبية. هذا تهديد خطير بالنسبة لدول أوروبا بعد الأزمات الاقتصادية التي تمر بها، وأنت تعرفين هنا في بريطانيا حجم المعاداة للاجئين الآن وحجم القيود التي تفرض عليهم. ليس بمستطاع أي دولة أوروبية أن تقبل المزيد من اللاجئين على أراضيها. من الناحية القانونية أيضا، لا يجوز السكوت على مثل هذه الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية. لذلك هذه الدول ستفعل شيئا، أنا متأكدة أن رد فعلها سيكون مختلف. العالم شاهد مذابح تجري على الهواء، الآن نحن وصلنا إلى ما يقارب 100,000 شهيد بمن فيهم المحسوبين والذين هم مفقودين تحت الأنقاض، ووصلنا إلى أكثر من 100,000 مصاب، وظل العالم ساكتا. ولكن هذه المذبحة، يعني هذا الإجراء، يعطي تصور لغايات إسرائيل واضحة جدا. يعني كشفت إسرائيل نفسها بأن غايتها مع كل أكاذيبها ومحاولات التمويه ومحاولات التزوير بأنها لا ترتكب إبادة، وأنها تقوم بعملياتها متوافق مع القانون الدولي، بين الآن كذبها. لا يمكن أن تغطي غاياتها بعد اليوم، انفضحت. نعم، اسمحي لي سيدتي أو الأستاذ ماجد الزير، لم يبقى إلى دقيقة ونصف أعتقد. أستاذ ماجد، أريد أن أسألك فيما يخص قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف نشطاء في أوروبا ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها، وحضرتكم من الناس اللي ربما تضررتم بهذا القرار. باختصار يعني ماذا نفهم؟ هل العمل الإنساني، العمل من أجل حق العودة، من أجل القضية العادلة، هو بمثابة تهمة أصبح اليوم؟ هو يرتبط بنفس المجال اللي تفضلت فيه الدكتورة قبل قليل. لا، الغرب ممكن أن يسكت عن إلغاء الأونروا. الغرب سكت عن جرائم بحق الشعب الفلسطيني. الغرب لما دولة الاحتلال اتهمت الأونروا في موضوعة الشفافية وما إلى ذلك، أوقف وموضوع الإرهابيين في الأونروا
أوقف التمويل، وإيقاف التمويل معناه إلغاء عمل الأونروا. هذا صحيح أن رد الفعل الآن كبير، ولكن أن يصل إلى مفاعله يحتاج إلى نقاط ضغط على هذه المنظومة الدولية، وهذا يحتاج إلى تماهي شعبي وتماهي رسمي لكي يعني نستطيع أن نردع. نحن في زمن الكاوبوي الأمريكي الذي يفعل ما تريده دولة الاحتلال، وهو مربوط بقرارها فيما تريد، وهو مغمض العينين في مثل هذا الموضوع. فبالتالي هناك نوع من العربدة إن شئتي الإسرائيلية. اليوم التقارير في إيطاليا تجسس على رئيسة الوزراء الإيطالية وانتهاك السيادة لدولة عظمى من السبع الكبار. هذا الكابوي الأمريكي والعنتريات والعربدة بين قوسين والزعرنة في العالم يحتاج إلى ما يمكن أن يكون عناصر قوة لإيقافها. وهذا البعد الذي نراه بالبعد الشعبي العالمي بنصرة الشعب الفلسطيني أحد العلامات تحرك الضمير العربي القومي الذي لديه دالة بالدبلوماسية لكي يقف، لأنه ما تفعله دولة الاحتلال هو ضرب للأمن القومي العربي بعمق اللاجئين الموجودين في لبنان وفي الأردن وموجودين في سوريا. فبالتالي كل هذه الدول وامتدادها على البعد الآخر بالمشرق والمغرب في العالم العربي. شكرا. ردع دولة الاحتلال يأتي بتحرك متماسك بالبعد الرسمي والشعبي والضغط على الغربيين بهذه القنوات حتى يعرفوا أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة ويجب جزيل أن الشكر لك الأستاذ يعني ماجد الزير، رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، كنت معنا من أسطنبول. وأيضا الشكر موصول للمحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة غصون رحال، أكيد للحديث بقية. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.